نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. حراك سياسي لإيقاف العنف وفق خطة عنان وتجنيب المنطقة، تداعيات تدخل التحالف الأمريكي الغربي وأدواته الإقليمية والغربية في الأزمة السورية. وفيما هذا الحراك يستمر، تواصل المجموعات الإرهابية المسلحة جرائمها، فقد أصيب مدنيان بجروح بانفجار عبوات ناسفة زرعتها مجموعة إرهابية مسلحة داخل حاوية للقمامة قرب مشفى دار الشفاء بحي الشعار. كما أصيب 6 مدنيين و3 من قوات حفظ النظام بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مجموعة إرهابية مسلحة قرب جامع سعد بن أبي وقاص في حي صلاح الدين بحلب، وأدى إلى وقوع أضرار مادية في المكان. وفي أثناء ملاحقتها للمجموعات الإرهابية المسلحة، عثرت الجهات المختصة في ناحية تل جبين شمال حلب على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والصواريخ المصنعة يدويا في إحدى المزارع، كانت عبارة عن وكر للإرهابيين. ونقل مراسل الأخبار عن مصدر بالمحافظة أنه تم ضبط مواد كيماوية تدخل في صناعة المتفجرات وعدة ميكانيكية لتصنيع الصواريخ وفتيل صاعق وكميات كبيرة من الحبوب المخدرة وآلة لحام حديد وقاعدة إطلاق صواريخ متمركزة على سطح المعمل وكميات كبيرة من العبوات الناسفة. كما تم العثور على كتب وهابية وأقراص ليزرية تحرض على الفتنة والقتل وكاميرات مراقبة ومناظير ليلية ذات دقة عالية وعدد من الصواريخ المصنعة يدوياً. وفي حمص لاحقت الجهات المختصة مساء أمس سيارة كيا ريو بعد الاشتباه بها، كانت قادمة من لبنان باتجاه تل كلاخ، وعثر بداخلها على كمية كبيرة من الأسلحة وهي بنادق روسية وقواذف ار بي جي وحشوات قذائف ار بي جي ومخازن رشاشات وذخائر متنوعة. وتبين فيما بعد أن هذه الأسلحة كانت متجهة إلى قرية الحصن. وفي بلدة القصير بريف حمص دهمت الجهات المختصة وكرا لمجموعة إرهابية مسلحة واشتبكت معها، ما أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين. وقال مصدر بالمحافظة أن الجهات المختصة دمرت سيارتي بيك أب عليها رشاشات كان يستخدمها الإرهابيون بالاعتداء على الأهالي وقوات حفظ النظام وفي عمليات السطو والسرقة في المنطقة، إضافة إلى مصادرة أسلحة مختلفة. كما استشهد عدد من المدنيين وأصيب آخرون في تفجير مجموعة إرهابية مسلحة عبوتين ناسفتين أمام الجامع خالد بن الوليد في بصرة الشام بريف درعا. وفي دمشق فككت وحدات الهندسة عبوتين ناسفتين موضوعتين في علب تفتيش كهربائية بمنطقة القاعة بالميدان خلف جامع الماجد زرعتهما مجموعة إرهابية مسلحة، بينما انفجرت عبوة ثالثة كانت بالقرب من المكان خلال محاولة تفكيكها. وقال مصدر بالمحافظة إن 9 من المدنيين وعناصر من وحدات الهندسة أصيبوا، 3 منهم إصاباتهم خطيرة بانفجار العبوة الناسفة التي زرعتها مجموعة إرهابية مسلحة. وأشار المصدر إلى أن وزن كل عبوة تقدر ب7 كيلوغرامات. روسيا والعراق تؤكدان أن ما يجري في سوريا يؤثر على كل دول الجوار. وفي مؤتمر صحفي مشترك في موسكو جدد لافروف التأكيد أن مجلس الأمن لن يسمح باستخدام القوة لتغيير الأنظمة. حرارة التحركات الدبلوماسية الدولية ارتفعت لا سيما الروسية التي تعمل لوضع أسس واضحة لعقد مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف المؤثرة بالأزمة في سوريا بالإضافة إلى دول الجوار الجغرافي السوري. لما لهذه الأزمة من تأثير مباشر عليها؟ فنظن بأن المشاركة في هذا المؤتمر يجب أن يكون متماثلة بمشاركة جميع الأطراف الخارجية المعنية، بما في ذلك أعضاء 5 الداعمين في مجلس الأمن الدولي وجميع الدول المجاورة لسوريا بما في ذلك العراق وتركيا والأردن ولبنان، بالإضافة إلى السعودية والقطر وإيران والاتحاد الأوروبي.
وهو ما أكد عليه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي أشار إلى أن ما يحدث في سوريا يعني العراق لأنه يتأثر بشكل مباشر بذلك، مؤكدا أن الدول المعنية بالملف السوري لا سيما دول الجوار يجب أن تكون طرفا في هذا المؤتمر ولن تقبل التهميش. والعراق معني بالدرجة الأولى بما يحصل في سوريا باعتباره جار، وهناك علاقات وثيقة على المستوى الاجتماعي القبلي الاقتصادي التجاري التاريخي الحضاري مع سوريا، لذلك ما يحصل من تداعيات يؤثر على الوضع في العراق وبقية دول الجوار أيضا. لذلك نؤكد بأن أي تجمع دولي يحصل حول سوريا يجب أن تكون الدول المعنية بالشأن السوري لا سيما دول الجوار طرفا في هكذا اجتماع دولي، ولن نقبل بتهميش هذه الدول المعنية في سوريا تحت أي ذريعة كانت. وضوح وعقلانية لافروف لم تدع مجالا للشك في أن مجلس الأمن لن يوافق على تغيير الأنظمة في العالم بالقوة، وذلك بناء على الموقف الروسي الثابت والرافض لاستخدام القوة ضد سوريا، لأن الحل يجب أن يكون سياسيا وعبر طاولة الحوار فقط، وأن روسيا لن تقبل بهكذا مغامرات على الإطلاق، نافيا ما يتناقله البعض عن مباحثات روسية أمريكية حول تغيير النظام السياسي في سوريا. ما يخص بالضربات الأمريكية ضد الدول التي لا يحب الأمريكان أنظمة فيها أو تطورات فيها، فبصراحة أنا ما سمعت شيء حول إرادة الأمريكية جدية باستخدام القوة ضد سوريا. طبعا بطبيعة الحال الأمريكان دائما يقولوا بأنه كل الخيارات مفتوحة وكل الخيارات موجودة للطاولة، لكن لغاية الآن أنا أكرر بأنه نحن لا سمعنا أي تصريحات جدية في هذا الصدد، وأعمل في أنه لا يوجد الإرادة مثل ذلك عند السلطات الأمريكية لاستخدام القوة خارج نطاق مجلس الأمن الدولي. وبالإضافة لذلك أظن أن مجلس الأمن الدولي لن يوافق على تغيير الأنظمة في أي دول العالم، ونحن لن نسمح بذلك. واليوم قرأت في الصحافة أن الممثلة الرسمية للخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قامت بالتصريح بأن الولايات المتحدة وروسيا تجري المباحثات حول التحولات السياسية في سوريا بعد تنحي بشار الأسد عن السلطة. وإذا هذه التصريحات تمت بالحقيقة فهي بعيدة عن الصحة، ونحن لا نقوم ولا نجري بمثل هذه التشورات، بالإضافة إلى أننا ضد كما قلت لأي تدخلات والإملاءات في الشؤون السورية والداخلية، لأن نحن لن نفرض على السوريين الحلول لمشاكلهم الداخلية. أقول حول الموضوع القضاء على الأنظمة في دول ما، فنحن لا نقوم بمثل هذه التشورات، فلا نشتغل في عملية التغيير الأنظمة مهما كان من خلال الخطوات هذه الجانب أو مشاركة في أي مغامرات ضدها. مؤتمر دولي مزمع يضم جميع الدول المؤثرة في الملف السوري، والهدف هو الضغط على جميع الأطراف السورية لتطبيق خطة عنان وإطلاق العملية السياسية بعيدا عن الإملاءات والتدخلات الخارجية. ونبقى في الموقف الروسي، ففي مقالة له نشرتها صحيفة هافينغتون بوست أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قلق بلاده إزاء ممارسات بعض الأطراف الهادفة لإفشال خطة عنان، وتندرج ضمن هذا السياق الدعوات التي يطلقها المجلس الوطني السوري والتي تنادي بالتدخل العسكري الخارجي. وقال لافروف إن الخطط الأخرى التي تتضمن التدخل الخارجي بسوريا بدءا من حجب القنوات التي لا ترضي هذا الجانب أو ذاك، وصولا إلى تفعيل وتيرة تزويد المجموعات المعارضة بالسلاح وتوجيه الضربات الجوية، لن تجلب السلام لا لهذا البلد ولا للمنطقة برمتها، ما يعني أن التاريخ لن يرحم مثل هذه الخطط. أليكسي بوشكوف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي أكد أن الغرب ليس لديه أي سياسة على الإطلاق بشأن سوريا، ويجب عليه وعلى بعض البلدان العربية التأثير في اتجاهات تفكير المجموعات المسلحة كي توافق على وقف إراقة الدماء.
وقال في تصريحات صحفية إن المجموعات المسلحة تخرق أيضا خطة عنان، والأزمة في سوريا يجب أن ينظر إليها من منظور ما جرى في العراق وليبيا، لأن التدخل الغربي في العراق كان زيفا هائلا لم تتم محاسبة أحد عنه. وأوضح بوشكوف أن المعارضة المسلحة تتلقى إشارات وشهادات دعم من بعض البلدان العربية والغربية، مشيرا إلى أن حجة قطر والسعودية غير الديمقراطيتين بإحلال الديمقراطية في سوريا غير صحيحة. وجدد بوشكوف رفض بلاده فكرة إقامة ما يسمى ممرات إنسانية داخل سوريا حتى لا تكون ملاذا للمجموعات المسلحة. من جهة ثانية، نفت وزارة الخارجية الروسية توريد روسيا مروحيات قتالية جديدة إلى سوريا، وجاء في تعليق أصدرته دائرة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية ردا على أنباء تحدثت عن توريد مروحيات روسية من طراز مي-25 إلى سوريا. ليس هناك أي توريد لمروحيات قتالية روسية الصنع إلى سوريا، وتعاوننا العسكري التقني معها يقتصر على تزويدها بأسلحة دفاعية فقط. وأشارت إلى أن الجانب الروسي أنجز في وقت سابق ترميم مروحيات سورية عدة في إطار أعمال الصيانة الدورية. وفيما يخص المروحيات، فإن بعض الآليات التي تم توريدها منذ سنوات طويلة خضعت في وقت سابق لعمليات إصلاح دورية. الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا أكد أهمية أن تمنح جميع الأطراف فرصة للبعثة، ويلعب المجتمع الدولي دورا في ذلك ليتسنى للبعثة تحقيق تطلعات وطموح الشعب السوري. وفي بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي في فندق داماروز بدمشق، اعتبر مود أن وتيرة العنف في الوقت الحالي أعاقت قدرة البعثة على المراقبة والتحقق والإبلاغ، وحدت من القدرة على المساعدة في تواصل الحوار بين الأطراف المختلفة لضمان الاستقرار، مبينا أن البعثة ليست جامدة بل قابلة للتطوير، وسيتم التشاور في مجلس الأمن خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة حول مهمة هذه البعثة. وأشار مود إلى أن خطة عنان هي ملك للأطراف السورية التي قبلت بها والمجتمع الدولي التي أيدها، وليس لها بديل حتى الآن. ورأى مود أن المراقبين الدوليين تعرضوا لمخاطر في الأيام العشر المنصرمة نتيجة تصاعد وتيرة أعمال العنف، وقال إن الشعب السوري بمن فيهم المدنيون يعانون كثيرا، وبعضهم حوصر أثناء العمليات المتسمة بالعنف. We have a direct professional and open relationship. لدينا علاقات مباشرة وحرفية وصريحة مع فريق العمل الحكومي الذي يترأسه الدكتور فيصل المقداد، حيث نناقش معه الأوضاع يوما بيوم والقضايا الحساسة بطريقة مهنية وصريحة. رأينا الأسبوع الماضي والبارحة بعض الإشارات المشجعة والتي هي إطلاق سراح الموقوفين، ونرى أيضا في سوريا إشارات أخرى مثل التوافد الكبير للصحفيين أكثر مما رأيناه عند وصولنا. إذن يوجد خطوات مشجعة، ولكن المشكلة الحقيقية برأينا هي إنجاز وقف العنف، وهو الأمر الذي يشكل صعوبة ولم يتيسر إنجازه حتى الآن. فرنسا تعلن تورطها بتقديم وسائل اتصال للمجموعات المسلحة في سوريا. والوقائع تثبت أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا ودول الخليج شركاء في تقديم الدعم للإرهابيين لتقسيم سوريا عبر تشجيع عسكرة الأزمة فيها. فرنسا متطورة ودولة حريات وديمقراطية، شعارات لطالما رفعتها الحكومات الفرنسية المتعاقبة، ولكن ما يجري على الأرض غير ذلك. فباريس تعلن تورطها بتقديم وسائل اتصال للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس، والذي لم تترك حكومته مناسبة وعلى كل المستويات إلا وحرضت فيها على سوريا وعلى التدخل العسكري فيها، وتبذل المساعي الحثيثة لمساعدة المجموعات الإرهابية المسلحة على تحقيق نوع من التفوق على القوات النظامية السورية. فابيوس المقتدي كما يبدو بخطى سلفه جوبي، اعتبر أن انتصار هذه المجموعات الإرهابية هو الحل للأزمة السورية، وأن الفرنسيين يفكرون على غرار ما قام به الأمريكيون بتزويد المسلحين في سوريا بوسائل اتصالات إضافية بعيد دعوته إلى إدراج خطة عنان تحت الفصل السابع. تصريحات فابيوس جاءت إقرارا بالواقع الذي أكدته ولا تزال العديد من الصحف العربية والغربية من وقائع تثبت أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا ودول الخليج
شركاء في تقديم الدعم للإرهابيين لتقسيم سوريا عبر تشجيع عسكرة الأزمة فيها.